التشخيص جاء بعد ساعات من هذا الفيديو المقلق الذي أظهر كلينتون غير قادرة على الوقوف بدون مساعدة، وبعد أيام من هذا الفيديو الذي يظهرها تسعل بشكل متكرر أثناء فعالية انتخابية في أوهايو. حملتها لم تصدر بياناً عن وضعها أو موقعها في شقة ابنتها إلا بعد 90 دقيقة من مغادرتها للفعالية. المرشحة ظهرت بعد ذلك تقول إن كل شيء على ما يرام. التأخر في إصدار المعلومات والإصرار على أن وزيرة الخارجية السابقة لا تعاني من أي أزمات صحية يغذي الاتهامات بأن حملة كلينتون غير شفافة وبأن المرشحة تخفي المعلومات، كما يلعب بيد دونالد ترامب ومؤيديه الذين يتساءلون منذ فترة عن صحة كلينتون وقدرتها على المشاركة في حملة انتخابية مهلكة وفي ولاية رئاسية ستتطلب الكثير من الطاقة. ترامب تمنى الشفاء العاجل لكلينتون ووعد بأنه سيكشف عن سجله الطبي وطالب كلينتون بذلك أيضا. القضية تحت المجهر أيضا بسبب سن المرشحين المتقدمة وبسبب ارتجاج الدماغ وتجلط الدم اللذين أصابا كلينتون عام 2012 عندما كانت وزيرة للخارجية. أنا غير قلقة بشأن صحة كلينتون لأنها امرأة قوية وستشفى بسرعة. صحة كلينتون أمر أساسي ومهم لأنها مرشحة لتقود بلادنا، ونحن بحاجة لشخص سليم ولديه الطاقة ليلعب هذا الدور. أنا قلق عليها، ولكنني غير قلق فيما يتعلق بقدرتها على القيادة. كلنا نصاب بالنمونيا. الحادثة نقلت الجدل حول صحة كلينتون من خانة نظريات المؤامرة اليمينية إلى خانة القضايا الشرعية التي تقلق الناخبين، ودفعت حتى الصحفيين إلى مطالبتها بالكشف عن سجلها الطبي الكامل. منى الشقاقي، العربية، واشنطن.